لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، مجزرة سينك والخلان العراقية، استنساخ النموذج الإيراني في قمع الاحتجاجات. في صحيفة الوطن العمانية، النواب الأمريكي يصدر قرارا يخالف سياسة ترامب بشأن إسرائيل. في العرب اللندنية، الفوضى الإيرانية في العراق لا تحصن واشنطن من غضب المحتجين. في موقع كتابات، انتفاضة الشباب ثورة مجتمعية لتصحيح المسار السياسي في العراق. في موقع عربي 21، الصين تطالب بومبيو بالكف عن التدخل بشؤونها. في موقع الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تناشد العراقيين جميعا بمناصرة إخوانهم المتظاهرين. وفي الشرق الأوسط، إدانات دولية للهجمات الدامية في بغداد ودعوات لمحاسبة مرتكبيها. السلام عليكم. أخذ ثورة تشرين المباركة أبعادا كبيرة وبآفاق واسعة ومساحات عديدة، رسمت معالم أهدافها الحقيقية ومكنوناتها الإيجابية وطبيعتها الشعبية وديمومتها الجماهيرية، ووسعت المشاركة فيها فمنحتها صورة زاهية بورود عبقة نشم منها رائحة الانتماء العراقي الأصيل. مقال الكاتب أياد العناس في صحيفة البصائر العراقية. كانت وستبقى ثورة تشرين المجيدة ملحمة وطنية جذورها عراقية الأصل ومنبتها روحية وعنفوان الشعب العراقي الذي أكد أحقيته في أن يكون أنموذجا حيا للثوار الأحرار وأيقونة الكفاح والدفاع عن الوطن وسلالة من التضحية والفداء عبر التاريخ العراقي المجيد والمعاصر الحديث الذي أكد الامتداد الشعبي لثورة العشرين المباركة والتي سنحتفل بها بإذن الله تعالى في ذكراها المئوية بعد أشهر قادمة، وقد تحقق النصر الناجز وامتدادا لكل الانتفاضات الجماهيرية التي عاشها وقادها أبناء الشعب العراقي المجاهد عبر تاريخه السياسي. جاءت ثورة تشرين المجيدة لتؤكد وحدة الشعب العراقي بعد أن أضحت ثورة الجميع وشكلت عمقاً استراتيجياً في التغيير القادم في النظام السياسي الذي أصبح مرفوضاً من جميع أبناء الشعب العراقي ويشكل كاهلاً وعبئاً على الحياة العامة لجميع العراقيين. ولهذا فإن صيحات الشعب المنتفض في ساحة التحرير وجميع الساحات والميادين العامة في المحافظات الوسطى والجنوبية الشماء من عراقنا الحبيب كان صداها في الاستجابة الحقيقية والتفاعل الشعبي والانتماء الوطني والالتحام الجماهيري الذي أكدته المواقف الكبيرة لأبناء المحافظات المنكوبة. أكدت هذه الحشود الجماهيرية والمجاميع الشعبية أحقيتها في التغيير والإعلان عن استمرارها رغم جميع الأدوات التي تستخدم في محاولة قمع الثورة وملاحقة الثائرين، ولكنها أعلنت الثبات والوجود على الأرض حتى تحقيق النصر المؤزر بإذن الله ثم بإرادة العراقيين الأباة. أكدت هيئة علماء المسلمين أن حكومة بغداد وأحزابها لا تزال مستمرة في إثارة الفوضى وتعريض البلاد للمخاطر عبر إراقة الدماء وجعل العراق ساحة صراع للتشبث بكراسي الحكم والهيمنة بأي وسيلة ممكنة وعلى حساب مصلحة ودماء شعبه. وأوضحت الأمانة العامة في بيان أصدرته أن الميليشيات الإجرامية المعروفة الأسماء والأوصاف ارتكبت مجزرة دموية جديدة بحق المعتصمين في مرآب السنج
قرب ساحة التحرير في بغداد وبتواطؤ مكشوف من القوات الحكومية، عندما شنت هجوماً عنيفاً استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى استشهاد العشرات من المعتصمين وجرح وإصابة أكثر من 150 آخرين، وحصيلة القتلى قابلة للزيادة بسبب بعض الإصابات الخطيرة. وأضافت الهيئة أن هذا الهجوم تزامن مع قطع التيار الكهربائي عن الساحة لتسهيل المهاجمة وإخفاء هوية القتلة، مشيرة إلى أن الأغرب من هذا تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية في أثناء وقوع الهجوم عبر قناة تابعة لإحدى الميليشيات المشاركة في هذه المجزرة، وهو يحمل المتظاهرين المسؤولية عنها في مشهد يفضح تخطيطهم السابق للمجزرة، ويظهر حجم التآمر الحكومي والميليشياوي وتبادل الأدوار بينهما لإنهاء المظاهرات بأبشع الوسائل الإجرامية. وشددت الهيئة على أن ما جرى بالأمس مجزرة بشعة تتحمل مسؤولياتها الكاملة الحكومة الحالية وميليشياتها الإجرامية وأحزاب السلطة المشتركة جميعاً في مؤامرة قمع الثورة دموياً، مؤكدة على ما سبق بيانه مرارا وتكرارا من أن إيقاف نزيف الدم المستمر منذ أكثر من 16 عاما لا يتم إلا من خلال اجتثاث العملية السياسية الباطلة التي فرضها الاحتلالان الأمريكي والإيراني بالكامل. إيران تنزل بثقلها في عملية اختيار رئيس وزراء جديد في العراق، حيث تتكثف المشاورات السياسية برعاية طهران التي يتهمها الشارع بأنها عرابة النظام القائم المتهم بالفساد والمحسوبية، ويشدد على مواصلة احتجاجاته حتى اقتلاعه من جذوره. مقال الكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. ويحذر المراقبون من أن إيران تضرب بعرض الحائط موقف الشارع، لافتين إلى أنها هذه المرة تنفرد في اختيار خليفة عادل عبد المهدي الذي استقال بعد عام واحد من تسلمه منصبه. ويقول المراقبون إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يشعر بأنه مطلق اليد في اختيار الرئيس الجديد. اليوم تغيرت المعادلة مرة أخرى، ولم تعد في صالح الإيرانيين ولا في صالح الأمريكيين، حيث يضع العراقيون واشنطن وطهران على الهامش. وقد اعترف بذلك بريت ماكغيرك المبعوث الأمريكي السابق إلى التحالف الدولي ضد داعش، حين قال: تبدو واشنطن على الهامش تماما في حركة الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليا، وهذا فيه مخاطرة، فالتيار القومي في العراق يقصد التيار الوطني في التعبير السياسي العربي، مع أنه ضد إيران إلا أنه ليس مع الولايات المتحدة. اليوم في ظل الاضطراب السياسي والفوضى الأمنية في العراق، يجد المسؤولون الأمريكيون أنفسهم أمام أسئلة تتعلق بالتزاماتهم تجاه العراقيين، عليهم الإجابة عنها، لكنهم في الوقت ذاته يحملون إيران المسؤولية الأولى عما يحدث في كل من لبنان والعراق. وأقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ووجه أصابع الاتهام إلى إيران، وقال إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال لأن الناس كانوا يطالبونه بالحرية، ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني. توالت ردود الفعل الرافضة للمجزرة التي ارتكبها مسلحون ملثمون ضد المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، التي أسفرت عن سقوط أكثر من عشرات القتلى والجرحى وسط صمت حكومي عن القتلى، بينما يتهم متظاهرون الميليشيات العراقية المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء المجزرة. تقرير لصحيفة العربي الجديد.
ما حدث أمس من عمليات تواطؤ أمني وصمت حكومي بهدف تصفية الشباب المتظاهرين السلميين العزل المطالبين بالحرية والتغيير في ساحة الخلاني وجسر السنك، ما هو إلا شاهد على إصرار حكومة الظل العميقة على ترهيب الشعب وتركيعه، ولم يقتصر رفض الجريمة المروعة التي ارتكبها مسلحون في ساحة الخلاني ليلة الجمعة السبت على الداخل، إذ دانت بريطانيا وفرنسا وتركيا وأمريكا الجريمة، واكتفت قيادة عمليات الجيش في بغداد بإصدار أوامر بانتشار قوات إضافية من الجيش والشرطة بشكل مكثف في محيط ساحتي التحرير والخلاني والشوارع القريبة منها، كما حاولت تبرئة نفسها من التقصير عن طريق القول إن ما حدث كان بسبب منع المتظاهرين للقوات الأمنية من الوجود في ساحة الخلاني. يشار إلى أن التوتر تصاعد خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الحديث عن وجود قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق لقيادة حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وإنهاء التظاهرات. واتهم متظاهرون عراقيون في وقت سابق عناصر بميليشيا حزب الله العراقي وبدر والعصائب والنجباء بالتورط في الاعتداء على المتظاهرين بعمليات طعن بالسكاكين يوم الخميس الماضي في ساحة التحرير وسط بغداد، والتي تعد من أكبر ساحات التظاهر في البلاد. استحوذت الأحزاب الحاكمة في العراق على سلطات الدولة واختطفت الدولة والوطن وصادرت حقوق الشعب وفرضت على المجتمع سلطة ديكتاتورية لتجبره على الانقياد والاستكانة عبر ممارسات قمعية أجبرت تواجد أجهزتها وميليشياتها في كل مؤسسات الدولة لتصبح شبه مقاطعات، كل مؤسسة تابعة وخاضعة لجهة حزبية، ليتم شراء الذمم عبر الاستحواذ على الوظائف وموارد الدولة. حول انتفاضة تشرين ودورها في مواجهة الفاسدين كتب فؤاد الكنجي في موقع كتابات: تكاتف الشباب وصمودهم وإصرارهم بإحداث تغيير شامل في منظومة الحكم في العراق لوحة وطنية بامتياز، ليدخل المجتمع العراقي منذ الأول من تشرين الأول ثورته في تغيير هذه المنظومة الفاشية وبشكل شامل في مرحلة تحولات جذرية وكتابة التاريخ بعد طول تزييف وسلب إرادة الشعب وخطف سلطة الدولة باسم الديمقراطية المزيفة للحفاظ على مصالح حزبية ضيقة وعلى حساب كرامة الأمة والوطن والثوابت الأخلاقية الأصيلة للمجتمع العراقي. إن انتفاضة تشرين ما هي إلا ثورة مجتمعية وثورة فكرية يقودها شباب العراق، ثورة أرعبت كل النخب السياسية والسلطة الحاكمة بما أفرزته هذه الثورة من معطيات وطنية حركت المجتمع ليتعاطف معها ويلتف حولها، وبالمشهد الذي رأته كل مجتمعات الأرض. فمن يحمل الغذاء لهؤلاء الشباب الثائر؟ ومن يحاول إسعافهم؟ ومن يحاول تضميد جراحاتهم؟ ومن يحاول تنظيف مواقع تواجدهم؟ لنجد صورا رائعة تتقدمها المرأة العراقية وهي تتقدم مشهد التظاهرات دون خشية أدوات القمع للسلطة الغاشمة بما يستخدم ضد المتظاهرين السلميين من رصاص حي. ويضيف الكاتب: ولهذا فإن عظمة المسؤولية الملقاة على شباب العراق المرابط في ساحات الوطن هي مسؤولية عظيمة، ولهذا السبب التف الشعب بكل مكوناته وأطيافه حولهم لنصرتهم، لأن الشعب أدرك قيمة نضالهم في استرداد الوطن المختطف. نشرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها: دانت الدول الغربية عديدة أحداث العنف التي تخللت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتل العشرات من المعتصمين. عبر صفحتها على موقع تويتر غردت السفارة الأمريكية في العراق قائلة إن أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين مروعة ومرعبة،
يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الحق في التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الأذى، داعية الحكومة العراقية إلى حمايتهم. كما ندد الاتحاد الأوروبي بالأحداث الدامية، وقال سفير الاتحاد في العراق مارتن هوث عبر حسابه على تويتر: نشعر بغضب وحزن عميق جراء مقتل العشرات الليلة الماضية على أيدي عناصر إجرامية. من هو الطرف الثالث المخرب؟ وعلقت سفارة فرنسا في بغداد على الهجوم قائلة: تدين سفارة فرنسا في العراق الهجوم المميت ضد المتظاهرين العزل قرب ساحة التحرير الليلة الماضية. يجب الكشف عن هوية المذنبين بوضوح، وعليهم أن يعرضوا على العدالة بسبب هذه الأفعال الشنيعة. بدوره غرد ستيفن هيكي السفير البريطاني لدى العراق مستنكراً الحادث، وقال: أدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد ليلة أمس، وأتقدم بتعازي الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء للجرحى. من جانبه قال السفير الكندي في بغداد ألريك شانون: لا يجوز في أي بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة بوجود مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة. بعد أحداث أمس الشنيعة أدعو السلطات إلى أداء مسؤولياتها بمحاسبة المجرمين الذين هاجموا المتظاهرين بشكل مخطط. على الدولة حماية مواطنيها في سياق القانون، وإلا فكيف نعيد الاستقرار؟ تمكن علماء الفيزياء الشمسية بفضل بيانات أرسلها مسبار باركر التابع لناسا من تحديد مصدر الرياح الشمسية التي تضرب باستمرار الغلاف الجوي للأرض، والكشف عن انعكاسات المجال المغناطيسي الغريبة التي تسرع هذه الجسيمات في طريقها نحو كوكبنا. قبل عام طار مسبار باركر سولار بروب التابع لناسا نحو أقرب نقطة من الشمس يبلغها قمر صناعي إلى اليوم، وجمع بيانات مذهلة حول هالة الشمس، حيث تصل الحرارة إلى مليون درجة مئوية وتطلق الرياح الشمسية. لذلك يسعى علماء الفيزياء الشمسية إلى معرفة المزيد عن البيئة المغناطيسية للشمس وكيف تكون الرياح الشمسية، لتحسين دقة التنبؤ بوقوعها وتجنب الأضرار. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.